الحمد لله الذي أرسل رسله بالحق ودينه القويم، فبعثهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونصلي ونسلم على صاحب الذكرى العطرة سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير الذي أضاء الله به القلوب قبل الحياة وهدى به إلى صراطه المستقيم وأقام به أمة هي خير أمة أخرجت للناس، طالما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وآمنت بالله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، دائما نلتقي في الذكريات الطيبة العطرة، وهذه ذكرى من الذكريات التي يهتز لها وجدان كل مسلم، ذلك أنها ذكرى ميلاد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الميلاد الذي كان له أثره على الكون كله، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل وجاء خاتما لهم ليكمل الرسالة وليتم رسالة الله إلى الناس كافة، بعث بشيرا ونذيرا ليتمم مكارم الأخلاق، وهذا جوهر رسالته. جوهر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي السلوك البشري، سلوك الإنسان في الحياة، سلوكه مع بني جنسه، سلوكه مع ربه، بل إن سلوكه مع بني جنسه انعكاس لسلوكه مع ربه. لقد جاء الإسلام ليهذب السلوك البشري، وهذا هو جوهر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا نحتفل ونحتفي بذكرى مولده الكريم. أيها الإخوة الأحباب، ننقل لكم هذا الاحتفال المبارك بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، ويتشرف بالتعطر بذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام السيد يوسف صبري أبو طالب، نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، كما يتشرف بالتواجد في هذا المكان الطاهر فضيلة الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف ووكلاء وزارة الأوقاف وأعضاء المجلس الصوفي الأعلى ورجال الدعوة الإسلامية وجمهور غفير من محبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، خير ما نبدأ به كلمات الله التي تنزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورورا للإنسان في كل مكان وزمان. يتلو آيات الله البينات الشيخ محمد بدر حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتح.